يقول: هل تقديم فعل معصية من المعاصي على فعل أمر من أوامر الله يدخل في باب المحبة الشركية؟ إيش؟ هل تقديم فعل معصية من المعاصي على أمر من أوامر الله يدخل في باب المحبة الشركية؟ يدخل في المعصية. كيف المحبة؟ اللي خالف أمر الله هذا عاصي، والمعصية تختلف من كفر إلى فسق إلى معصية دون ذلك، تختلف المعاصي. نعم.